السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد فوتورك تاني ما خدناهوش في وسط الفوتورك اللي خدناه في المستوى الاول. يعتبر ده اضافة. احنا المرة اللي فاتت خدنا المستوى الاول وخدنا استخداماته والركلات الانسب في ايه وده في ايه. ده فوتورك ما اتكلمناش عنه المرة اللي فاتت بس ده لسه يعتبر اول مرة ناخدوه في سلسلة الجيت كوندو. تمام. طبعا هنا كان لازم اجيب حد يوضح الطريقة اثناء استخدامها عشان تبان اكتر وضوح. هو دلوقتي لو واقف مثلا ايه وضع الكوتيل يعكس واقف بالشكل ده كده. تمام. طبعا اثناء الفوت ورك اللي هنتعلمه النهارده دوت هو منه فوت ورك ومنه يعني ايه طريقه, يعني في نفس الوقت مش تحرك وبس, لا هو تحرك مع انحناء او مع نزول. ده بيستخدم مثلا في المراوغات وبيستخدم في الضربات لما بتكون عايز تطلع بضربه قاضيه. تمام. يبقى مثلا عايز تطلع مثلا بابر في الدقن, عايز تطلع بهوك في الضلوع, عايز تطلع باي ضربه قويه, ممكن تستخدم الفوت ورك ده مناسب جدا معاه. تمام. يبقى يركز على الجزئيه بتاعه الايد. يبقى هل بنستخدم فيه ركلات؟ لا, الجزء ده بيركز على الحاجه بتاعت الايد وبنستخدمه ساعات في المراوغه بحيث ان احنا ممكن مثلا ايه نراوغ بيه هوك بالشكل ده كده. لو في هوك جاي بنراوغ بيه, مثلا في بانش برده جاي ممكن نراوغ بيه يلعب بانش, ممكن ننزل ونقوم طالعين, يعني ممكن احنا نراوغ بيه بانش, نراوغ بيه اي حاجه, بنستخدم ديفنس وبننزل في نفس الوقت. ارجع شويه اهو بالشكل ده كده. دلوقتي هو قبل ما يعمل اي حاجه, هو شكل الفوت ورك ده بيجي ازاي؟ هو منه خطوه بالشكل ده كده اهو, والركبه بتتني يعني بتنزل كده اهو, وبتنزل يعني بتنزل كده برقبتك وبتقرب كتفك شويه عشان تقوم طالع مره واحده. يبقى ده منه ان انت ده بتستخدمه في الضربات القاضيه ويفضل ما يكونش في بدايه القتال. تاني حاجه مش هتستخدم معاه رجل نهائي لان انت هنا قريب من الخصم, هتستخدم الرجل ازاي وهنا نسبه كبيره من وزنك على الرجل اللي قدام والكعب بتاع الرجل اللي في الخلف هو المرفوع بالشكل ده كده, بحيث ان انت لو طالع بضربه قاضيه طالع باي حاجه بضربات الايد قويه جدا تقدر تستخدم الفوت ورك ده معاه. يبقى بالشكل ده كده اهو واقف قبل ما يلعب اي حاجه, اهو بيجي ازاي الاول احنا عايزين نعرف. واقف وضع الفايت, الكعب اللي في الخلف مرفوع. تمام. فجاه قربت بالشكل ده كده ونازل, يعني الركبه نزلت متنيه. يبقى فوت ورك بيستخدم في الضربات القاضيه والمراوغات عاده. تمام. بالشكل ده كده اهو. تمام. نزلت بالشكل ده كده, ما بتكون قريب منه ممكن تطلع تضرب اي ضربه قاضيه. تمام. من الزاويه دي تعالى هنا اهو بالشكل ده كده واقف اهو زي ما حضراتكم شايفين, هنا بتقرب عليه بس الركبه اهو بالشكل ده كده, نازل الركبه متنيه والكعب الخلفي مرفوع عشان بتقوم طالع بضربه قاضيه. تمام. ارجع مكانك اهو. هو دلوقتي بقى نستخدمه مثلا ايه سواء فيه هو بيهاجم. تمام. ممكن نستخدمه العكس بس يفضل من الداخل, يعني انت لو استخدمته العكس هيكون مثلا ايه مش مظبوط بالشكل المظبوط. يعني دلوقتي العب بانش, دلوقتي في بانش جاي بالشكل ده كده, لو خرجنا من الخارج بالشكل ده كده هتكون يعني بص في صعوبه, لكن من الداخل من زاويتك انت هتقوم طالع بيها بسهوله. لكن لو انت مثلا واقف في الفوت ورك ده الا لو بدلت رجلك مثلا وبقيت من الخارج العب وجيت كده وقمت طالع ضارب, بس مش هيكون منطقي برضو لان الخارج ده والحاجات التانيه اللي فيها ضربات قاضيه ليها فوت ورك تانيه حاجات تانيه بتستخدمها, لكن ده يفضل استخدامه من الجزء الداخل. تمام. يبقى بالشكل ده كده تاني اهو, هو دلوقتي لعب بانش بالشكل ده كده, انا عشان اجي من الداخل انت مثلا واقف قصاد البانش بالظبط, ده كان جاي ناحيتك كده. تمام. انت هنا اهو جيت بالشكل ده كده, يبقى راوغت. يبقى انت ممكن تراوغ من غير ما تصد بايدك, بس يفضل برده احتياطي تخلي الديفنس احتياطي معاك. تاني اهو بالشكل ده كده اهو, انت جيت هنا راوغت البانش, وانا نزلت كده شويه عشان يبان, يعني انا راوغت البانش بالشكل ده كده اهو, نزلت الفوت ورك رجلك من الركبه متنيه تقوم طالع ضارب يا ابر يا هوك يا تنزل باي ضربه في استخدام ضربات الايد مش في الرجل خالص. تمام. مره ثانيه اهو بالشكل ده كده, يبقى اندفعت كده بنازل بثانيه ركبه بتطلع مره واحده عشان تستخدم الضربه العاديه بالزاويه دي. طبعا ده من الفوت ورك المهمه جدا وغالبا بيستخدمه يعني في اللعبه اكتر الملاكمه, لان الملاكمه بتلاقيهم مثلا ينزلوا النزله دي ويقوم طالع ضارب يا نازل على الدروع, وطبعا موجود في الجيت كوندو موجود في فنون قتاليه تانية بس يعني الشائع اكتر في الملاكمه. تمام. يبقى بالشكل ده كده اهو صديت وطلعت, ممكن تضرب في الدلوع, تضرب في الدقن, تضرب في اي حاجه, ولاحظ ان انت بتنزل الركبه متنيه, يعني انت مثلا ما تغلطش وتعمل بالشكل ده كده كده, لا انزل بالركبه متنيه وانزل بصدرك كده وبكتفك قربه بالشكل ده كده اهو, نازل صديت وممكن تطلع مره واحده اخر مره من الزاويه دي, قرب شويه اهو زي ما حضراتكم شايفين اخر مره من الزاويه دي اهو, واقف بالشكل ده كده اهو. تمام. نزلت, يفضل انت تستخدم الديفنس بالشكل ده كده والركبه متنيه تقوم طالع بالضربه القاضيه. تمام.
وبكده انتهت حلقه النهارده. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، فعل الجرس ولايك شير للفيديو. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.